ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا الشاعره الجميله نجاح علي، وعايزين نعرف قصه كفاحها الثقافيه ورحلتها في مجال الثقافه في نادي ادب الخنكه. استاذه نجاح، اخر حلقه عملتها مع حضرتك تقريبا من سنه شهر واحد اللي فات، فحضرتك كنت بتتمني امنيه في نادي ادب ثقافه الخنكه، يا ريت نفكر الناس بالامنيه اللي تمنيتيها سابقا. هو فعلا كانت الحلقة السنة اللي فاتت في شهر واحد تقريبا، كنا بنتكلم عن كنا احنا لسه يعني بصدد تأسيس نادي أدب الخنكة، وكنا بنتمنى ساعتها ان ربي يجيلنا الاعتماد عشان نشتغل على أرض الواقع ونشتغل بأسلوب سليم. احنا اشتغلنا سنة أو سنتين تقريبا تحت التأسيس، فلما ربنا أكرمنا الحمد لله جالنا الاعتماد من حوالي أسبوع كده، اعتماده رسميا وماليا بفضل الله، فبقينا نادي ادب بثقافه الخنكه تابع لاسر ثقافه الخنكه. ناويين باذن الله ان شاء الله مع العمالقه اللي معانا ناس شعراء وكتاب ومترجمين قيمه وقامه، ناويين يعني نحط رؤيه مستقبليه كده وخطه باذن الله ان احنا نطور المكان. يعني بداتوا تقسموا بالفعل الادوار؟ لا، تقسيم الادوار هو فعلا يعني احنا ايه جالنا الاعتماد الرسمي، ولكن في فتره انتقاليه لسه هيجي لنا انتخابات، هنفتح باب الترشح لكل الاعضاء اللي عاوز يرشح نفسه عضوا رئيسا نائبا او سكرتير عام، ففتره الانتخابات هتستمر لمده اسبوعين. عند اغلاق فتره الانتخابات بتيجي لجنه بتشكل بقى الاعضاء والرئيس وادوار كل واحد. بس بتفكري يعني مثلا بتفكروا ان انتوا تعملوا زي مثلا فريق عمل متكامل، جانب علاقات عامه، جانب محاماه، جانب مثلا التسويق، جانب الشعراء كده، بتفكروا في الموضوع ده؟ بالظبط، يعني هو كنادي ادب يعني هي فتره انتقاليه من صالون نجاح الثقافي لنادي ادب بثقافه الخنكه، نصبح خلاص ان هو بيعمل تحت مؤسسه حكوميه معتمد رسمي يعني تابع لوزارة الثقافة. فطبعا هيبقى فيه بروتوكولات تعاون مع كل المؤسسات الثقافية الموجودة في المجتمع، مراكز الشباب، الأندية، مكاتب رعاية الموهوبين، كل ما يمت بصلة للثقافة هيكون متوفر في نادي الأدب، المسابقات الشعرية والأدبية والقصص، تنمية البراعم. يعني احنا دلوقتي بنأسس كورال لبيت ثقافة الخنكة، كورال من ولادنا من هنا من المنطقة من المدارس. فكرتوا تعملوا مسرح للأطفال وتنمية المواهب؟ الكورال مش عبارة عن أغاني بس، هو مسرح، تمثيل، إلقاء، شعر، كتابة القصة. إن شاء الله هنتبنى رعاية كل المواهب الموجودة وبصفة رسمية، لأن بفضل الله طبعا وزارة الثقافة، طبعا وزارة الثقافة لأنه بقى له ميزانية معتمدة. بفضل الله ربنا ييسر الحال والانتخابات تنتهي بس ونبدا بقى تشكيل. طيب ده الجانب اللي اتحقق اللي انت كنت بتتمنيه. طيب انا عايز اعرف يعني فكره تاسيس نادي ادب ثقافه الخنكه، يا ترى مين اللي دعمه ماديا او مين اللي دعمه معنويا؟ والله من ناحيه التدعيم ماديا كصالون الاول قبل ما نشرع في موضوع تاسيس نادي ادب، حب كده بين الاعضاء وبعضهم البعض، تطوعي تطوعي، مجهودات ذاتيه، وان احنا اللي بنقيم الامسيات واحنا اللي بنقيم الحفلات. ولكن في البدايه كان نادي ادب الخنكه، طبعا لان انا بدات في نادي ادب الخنكه ومش هنسى فضلهم ابدا الاستاذ احمد شعبان الحجار رئيس مجلس الاداره، فكان يعني لحد ما الراجل كان على قد ما بيقدر بيدعمنا، يعني بيساعدنا في اقامه الامسيه. لكن النادي نفسه محتاج تدعيم من وزاره الثقافه. لكن هو كان بيدعمنا من اللجنه الثقافيه. كان اللجنه الثقافيه النادي نفسه. النادي الخنكه، اللجنه الثقافيه اللي كانت تحت اشرافها الصالون. ولكن بعد كده الصالون بدا اسمه يتردد في الوسط الادبي والثقافي. تبادلنا الزيارات انا واخويا القدير شريك رحله الكفاح الاستاذ محمد حسين زغله، وجبنا محافظات الايوبيه، رحنا اسكندريه، رحنا الزمالك، رحنا اسماعيليه، رحنا محافظات كتيره جدا والله، وتعبنا تعبنا لحد الناس ما عرفتنا وعرفت مين يعني اسم الخنكه اترسم على خريطه الادب، على خريطه الثقافه من خلال الجانب الادبي. ظهرنا مدينه من المدن اللي هي ما كانش حد عارفها قوي، ما كانش حد عارفها ثقافيا، وخصوصا المنتدى فضفضه للشاعر الراحل الجميل الاستاذ جلال عبدين، واخونا القدير الاستاذ محمد المصري اعلاميا طبعا من
مع الاستاذ محمد حسين زغلة كان لهم دور اعلامي خطير في اظهار صالون نجاح الثقافي. لما الرواد والادباء والشعراء ابتدوا يقولنا في الخنكه اقترحوا عليا ان احنا شايفين كمان انت عامله تدعيم للوحده العربيه، لان دايما بنشوف العرب ومنهم الناقد عبد العزيز الهاشمي اليمني، شفته يعني عمل نقد كتير لكتب شعراء عندي. شعراء العرب معظمهم كانوا بيقولنا يزورونا اليمن، الاردن، لبنان. كان اول صالون عملته كانت حضرت فيه الشاعره اللبنانيه الكبيره صاحبه صالون تغريد الثقافي اللبناني استاذه تغريد فياض. هم طبعا لما سمعوا عن الصالون، والصالون بقى له اسم كبير في الوسط الادبي، فتبادلوا معانا الزيارات وبقينا نستعين بهم كنقاد في الوسط الادبي للاصدارات الادبيه اللي اصدرت لنادي ادب الخنكه تحت التاسيس. منهم قصيدة حنين مات للأستاذ الإعلامي الكبير محمد حسين زغلة، وكارت أحمر للأستاذ محمد عبد الشعر. دول الإصدارين اللي اتعملوا في نادي الأدب تحت التأسيس، وعلى طول بعدهم جالنا الاعتماد بفضل الله. فهي يعني التدعيم كان معنوي أكتر من مادي. التدعيم المعنوي كان من شعراء كتير، واحنا بنعمل الامسيات بتاعت ومن مؤسسي صالون نجاح الثقافي اكيد هم كانوا اول المدعمين لتاسيس نادي ادب ثقافه الخنكه. طبعا طبعا اللي اسس معايا الصالون استاذ محمد حسين زغلة من ساعه ما بدانا، وهو معايا اللي تم التاسيس وتم الاعتماد. يعني طبعا متابعين نشاط الاعلامي محمد حسين زغلة وشايفين نشاط ما شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارض الواقع. احقاقا للحق له دور كبير جدا جدا في تطوير صالون نجاح وفي المساهمه في تاسيس نادي الادب. طب استاذه نجاح، باذن الله بعد اعتماد تاسيس نادي ادب ثقافه الخنكه، كل انسان بيبقى عنده مجموعه خطوات لتحقيقها، ايه الخطوه الاولى، مش هقول لك كل الخطوات، اللي تحبيها تتحقق في نادي ادب ثقافه الخنكه؟ انا عاوزه اعلاء مش الخنكه بس، عاوزه اعلاء شان الثقافه وشان الكلمه، وعاوزه الناس تهتم بالثقافه. عاوزه زي ما سياده الوزير وعدنا وقال هنطور اصول الثقافه في النجوع والقرى والكفور، عاوزه الامنيه دي تتحقق. يعني احنا ميزانيات اصول الثقافه ضعيفه جدا، تكاد ما فيش ميزانيه خالص، فاحنا ما زلنا بالجهود الذاتيه، ما زلنا بالجهود الذاتيه بنعمل الامسيات، وامسياتنا بفضل الله يعني بتعمل صدى، لان بيكون فيها قيمه وقامه، شعراء من كل الدول العربية، شعراء مصر الأفاضل بتعمل صدى، وبعدين فيها مواهب تستحق الوقوف، فيها مواهب ومراعم صغيرة بإذن الله. إحنا بنسعى لتنمية المواهب ليه؟ لما يكون عندك طفل أو مراهق وبتنمي عنده الموهبة وما بتلاقيش مكان إن أنت تطلعي موهبته، فأنتوا بتوفروا له المكان ده. أقصد حاجة تاني، أنت لما بتدوسي على موهبته بتقفي على نقطة القوة في شخصيته، بتركزي على انماط التفكير اللي بيفكر بيها. فانا بحمي كون ان انا انمي موهبته واخليه يظهر على الساحه ويعمل تنفيس انفعالي، فانا بحمي افكاره من الانحرافات اللي كلنا بنخاف منها. من هنا انت بقى بتطبقي الدراسه النفسيه في المجال الثقافي، وفهمنا من كلامك ان حضرتك بتطلبي بتدعيم طبعا نادي ادب ثقافه الخنكه، واحنا نفسنا من خلال مدينه الخنكه مع الشاعره نجاح علي بنتمنى من الساده المسؤولين من وزاره الثقافه، من كل مسؤولي الثقافه، تدعيم نادي ادب ثقافه الخنكه وجميع نوادي الادب في كافه المدن وكافه المحافظات. نطلع فاصل ونعود ونستكمل حديثنا.